أعلن مدير الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب معين الحباشنة الثلاثاء عن افتتاح المؤتمر التاسع للخدمات الطبية الملكية الذي سيعقد في البحر الميت في 30 من الشهر الحالي وعلى مدار 4 أيام بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية الذي سينعكس بالفائدة على القطاع الصحي في المملكة. يقام المؤتمر الدولي للخدمات الطبية الملكية تحت الرعاية الملكية السامية مرة كل عامين منذ عام 1996، ويعتبر من أكبر المؤتمرات الطبية على مستوى الإقليم بمشاركة أكثر من 50 دولة شقيقة وصديقة، ووجود مدراء خدمات طبية وممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والمدنية في هذه الدول. وجاءت النسخة التاسعة تحمل إضافة واضحة في نوعية الأداء وتأثيره على مختلف شرائح المجتمع الأردني. عدد المحاضرات سيتجاوز 460 محاضرة من مختلف القطاعات بجلسات علمية تجاوزت 85 جلسة، وندوات علمية متخصصة في الأمراض السرطانية وعلاجها المتقدم والأمراض العصبية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال العمل المخبري وإجراءات الرقابة الحيوية في العناية المركزة وأساليب التعقيم الحديثة لتخفيف العدوى داخل المستشفيات. ما يميز هذا المؤتمر ويجعله نقطة مضيئة في عالم التعليم الطبي المستمر، بالإضافة إلى العدد الهائل من المتحدثين والذي وصل إلى أكثر من 200 متحدث، منهم 90 متحدث دولي. ستقام كذلك ورشات علمية عملية جراحية وطبية وعددها ما يقارب 50 ورشة تعالج وتناقش وتقدم النصيحة لحوالي 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية، مما سيقلل الكلف المالية في حال إرسالهم للعلاج في الخارج، وتوفر فرصة ذهبية للتعليم والتدريب لمرتباتنا وأطبائنا وكوادرنا، إما بشكل مباشر أو بالنقل التلفزيوني الحي عالي الجودة، علما بأن هذه الورشات متاحة لكل من هو مهتم في المجتمع الصحي الأردني بالمشاركة. ويصل عدد محاضرات المؤتمر إلى 460 محاضرة في 85 جلسة علمية، فيما يبلغ عدد المتحدثين أكثر من 200 متحدثا بينهم 90 متحدثا دوليا، بالإضافة إلى عقد ندوات مختصة في الأمراض العصبية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال العمل المخبري. كذلك سيقام كالعادة معرض طبي عسكري متخصص على هامش المؤتمر، تعرض من خلاله للمشاركين ولأعضاء الوفود المشاركة وممثلي وسائل الأعلام من مختلف الدول التطور الكبير الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية في مختلف الجوانب، لا سيما طب الميدان والطب العسكري. ويتم خلال المعرض الطبي العسكري عرض الآليات ومستشفيات ميدانية والمعدات التي تستخدم في المهام الإنسانية والكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم والمناطق النائية في محافظات المملكة. وسيكون المعرض مفتوح طيلة أيام المؤتمر، وسننظم زيارة خاصة لأعضاء الوفود العسكرية ومن يرغب في اليوم الأخير من هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتميز هذه النسخة بإقامة 50 ورشة علمية جراحية وطبية في مدينة الحسين الطبية، تعالج وتناقش وتقدم النصيحة لحوالي 200 حالة من الحالات المرضية المستعصية. كما سيقام على هامش المؤتمر معرض طبي عسكري يعرض خلاله أحدث التقنيات الطبية في الخدمات الطبية الملكية.
أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.